الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هنقرا بنعمه ربنا من انجيل متى. اصحاح 23 من العدد 13. السيد المسيح بيكلمنا عن الويلات، 8 ويلات للكتب والفريسيون. ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تاكلون بيوت الارامل، ولعله تطيلون صلواتكم لذلك تدخلون دينونه اعظم. الويل الثالثه، ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا. ويل الرابعه، ويل لكم ايها القاده العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. العدد 23 بيتكلم، ويل لكم ايها الكتب الفريسيون المراؤون، لانكم تعشرون النعنع والشبت والكمون، وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمه والايمان. ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تنقون خارج الكاس والصحفه، وهما من الداخل اخطافا ودعارا. ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تشبهون قبورا مبيضه تظهر من خارج جميله، وهي من الداخل مملوءه عظام اموات. ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين. ايضا نقرا بنعمه ربنا من انجيل متى في الموعظه على الجبل، التطوبات 8. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانه لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. ولالهنا كل المجد. يمكن لو لاحظتوا حضراتكم احنا جبنا النقيضين، اللي بيعمل خير بنقول له طوبى، اللي بيعمل شر بنقول ويل لك، وده حساب الكتاب. عشان كده الموضوع هنتكلم عليه النهارده موضوع مهم جدا بنقابله كل يوم في حياتنا، وبيكون لكل واحد منكم دوره في هذا الموضوع. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله لانه احنا عباره عن ماسكات بنعيشها في حياتنا. الماسك ده ممكن يكون يمثل الخير وممكن يمثل الشر. عشان كده مهم جدا التدقيق في حياتنا، ازاي نتعامل مع الناس، ازاي افهم اللي قدامي، ازاي اعرفه. بقول مقدمة صغيرة في الموضوع ده. سؤال الناس بتفكر كتير قوي، ازاي انجح في حياتي العملية؟ يمكن طبعا حضراتكم سيدات فضليات طبعا بتديروا اسر، في من الجدات وفي من الامهات، اتفضل، في من الجدات وفي الامهات، فكل واحده منهم عندها خبرتها الحياتيه. البعض الشباب يقول لك انا بنجح بدراعي، بمذاكرتي، لما بكون في الكليه، لما بتفوق. في الحقيقه انه 85% من النجاح بيعتمد على شخصيتك، 15% فقط اللي هي بتكون بسبب مهاراتك الدراسيه. عشان كده بنشوف كتير من الامهات اللي ممكن ما اتعلمتش، لكن الخبره الحياتيه اللي فيها خلتها ناجحه وربت اولاد كتير. لذلك نقول انه اتضح انه ليس بالدرجات العلميه وحدها بتصبح ناجح، ولكن بمهاراتك في التعامل. تلاحظوا دايما حضرتك لما بتزور الدكتور، مثلا دكتور فلان مشهور معروف، مش عشان شهادته العلميه واخد زماله ودكتوراه و لا، طريقه تعامله مع الناس، ازاي بيقابلهم،
ازاي بيعرف احتياجاتهم، ازاي بيكون واحد من الأسرة نفسها. لذلك أدائك وابتسامتك في وجه المتعاملين معاك هو سبب نجاحك في الحياة. القصة دي مش جاية من فراغ. برا في احدى الجامعات في امريكا عملوا دراسة قعدت 7 سنين. الدراسة دي كانت على ايه؟ عملوها على الطائر والحيوان. زي ما احنا عارفين كلنا انه النسر قوي بيطير، فعملوا تجربة كده، حاولوا حطوا قدامه شجرة وقعدوا فترة طويلة انه يطلع الشجر ما قدرش. البطة زي ما احنا كلنا عارفين بتعوم في المية بتجري. هل تقدر تجري؟ ما تقدرش تجري، لكن تقدر تعوم في المية. في حشر من الحشرات او نقدر نقول استنجاب، حاولوا ان هم يخلوه يسبح في المية، جابوا مية قدامه كده عشان يسبح فيها، ما قدرش غير ان هو يتسلق الشجر. دي طبيعته، دي المهارة اللي ادها له ربنا، دي الحاجة اللي يقدر يعملها. الارنب كمان كل احنا عارفين، هل الارنب يقدر يطير؟ ما قدرش يطير، كل اللي يقدر عليه ان هو يقفز يتنطط. عشان كده بنقول انه ما قدرش الانسان يكون غير نفسه. يكون انه يقول لك واحد يقول لك انت تتغير تبقى زي فلان احسن، مش هتقدر تتغير. لكن نقدر نعمل ايه؟ ده اللي هنقوله دلوقتي. اهم حاجة انك تعرف امكانياتك ايه ومهاراتك ايه. لو عرفت امكانياتك كويس جدا، وده المطلوب من كل واحد مننا، تقدر تطور او تتعامل مع مهاراتك، وبالتالي تقدر تنجح في حياتك. ندي مثل بسيط جدا، طبعا كلكم بتطلعوا رحلات. لو القائد بتاع الرحلة ده راجل حبوب كده وبيتناقش معاك وبياخد رأيك ونروح الحتة الفلانية ونتفسح الحتة الفلانية، بتروح الرحلة ولا لا؟ لكن لو الشخصية اللي معاك دي راجل حازم كده قدم كده، بكرة طالعين رحلة مريمينا، طب عايزين نروح الأنبا بشوي، بكرة مريمينا، طب هنعمل ايه؟ الساعة 7 بالظبط تكون موجود، تتأخر شوية يقول لك لا ما تطلعش معنا الرحلة، تحس بإيه؟ تتضايق منه، مش كده؟ فلذلك لما حتى بيجي يختاروا لرائد الرحلات للنشاطات في الكنيسة، بيختاروا الإنسان الاجتماعي عشان يقود الرحلات. ليه؟ لأنه بيقدر يعيش وسط الناس، بيعرف احتياجاتهم، بيعرف ياخد ويدي معهم. أما الشخصية القيادية ما بتنفعش، لكن تنفع أنها تقود الناس، فليها مكان تاني. عشان أكون شخصية مثالية لازم اللي يكون اللي جوايا زي اللي بره. يمكن قرينا الحتة دي من شوية في الويلات، لما السيد المسيح بيعاتب الكتب الفريسيون، انتوا بتقولوا اللي بره الصحفة لكن اللي جوه ربنا يعلم بيه. لازم يكون اللي جوه زي اللي بره، لانه مثل البلدي اللي احنا كلنا عارفينه، ممكن تقدر تضحك على الناس بعض الوقت لكن ما تقدرش تقدر تضحك عليهم طول الوقت. كل حاجة بتبان بالعشرة. فأهم حاجة، هل انت عارف شخصيتك كويس قوي؟ هل انت عارف السلبيات اللي عندك؟ هل عارف الايجابيات؟ على فكرة الحتة مش مرتبطة بالسن، الحتة مرتبطة بالتعامل. كل يوم بالليل بقعد مع نفسي، ببتدي احاسبها، بقعد مع ربنا، يا رب انا اخطأت في ايه النهاردة؟ ايه الحاجة الايجابية اللي عملتها؟ انا زعلت مين؟ انا رضيت مين؟ كلما كنت انت صادق مع نفسك، كلما قدرت تتعرف على نفسك اكتر. عشان كده بنقول الشخصية دي اللي هي قناع احنا بنلبسه. نمرة 2 من الحاجات المهمة، طبعنا. في واحد طبعه كده، حتى المثل البلدي يقول لك ايه؟ الطبع يغلب التطبع. في حاجات احنا بنتوارثها من الاب والام. ممكن مثلا لما بيكون اب عصبي واتجوز ام عصبية، اكيد الناتج هيكون انسان عصبي، مش كده ولا ايه؟ ولا ممكن يطلع هادي؟ صعب، مش كده؟ طيب فالمثل البلدي زمان يقول لك ايه؟ المكتوب على الجبين تشوفه العين. النهارده بالعلم بنقول المكتوب على الجين لازم تشوفه العين، يعني لان دي صفات وراثيه مكتوبه على الجينات بتاعتنا، عشان كده بنمشي بيها. زي ما انا قلت انه مش هقدر اغير شخصيتي، لكن ممكن اطورها، ممكن اطوعها، اعرف ايه الحاجات السلبيه اللي عندي واحولها الى ايجابيه. مثلا انا انسان عصبيه في البيت، ودايما بتنرفز على الولاد. الولاد مش منظمين، بيجوا لي احفادي يكركبوا الدنيا،
ممكن بهدوء بهدوء الانسان اللي هو عصبي دوت احوله الى حماس ونشاط. انتوا عارفين الاطفال الصغيرين بيبقى عندهم حميه شويه، فبهدوء كده اعلمه، فبشغله في لعبه معينه، في نشاط معايا في البيت، طب تعال رتب السرير ده، طب ننقل الحاجه دي، هو عنده طاقه، فانا بحول الطاقه اللي عنده دي الى حاجه ايجابيه، وبالتالي ما بقاش ولد شقي وحش، لا بقى ولد كويس معايا. في البيت كمان تلاقي بعض الرجال، اشكرك، بعض الرجال يشتكوا من زوجاتهم، مراتي ست عصبيه قوي، دايما عامله لي مشاكل. طب يا سيدي هي ست عصبيه لكن هي في البيت بتعمل ايه؟ قال لي بصراحه مرتبه البيت اول باول، مش مخلياني محتاج حاجه. ممكن انا اتعامل معاها، هنعرف ازاي الوقت الضعفات الموجوده دي نتعامل معاها ازاي. انا بس بادي مقدمه في الاول عشان حاجات احنا بنشوفها في حياتنا. الست الهاديه يقول لك انا متجوز واحده لوح تلج، ما بتحسش بيا خالص، ما بتتكلمش معايا، ابقى عايز اتكلم معاها هي ما بتتكلمش معايا. طب يا سيدي الست اللي انت بتقول عليها عامله زي لوح التلج دي، دي نسمه عندك في البيت، دي ما بتعملكش مشاكل، مش عامله مشاكل مع حماتك، باستمرار هي سبب الهدوء في البيت، هي دي اللي تنفع تربي ولادك. فدايما ابص للحته الايجابيه وما ابصش على الحته السلبيه. بطرس الرسول لو نفتكر قيل عنه ان هو اتكلم 36 مره في الكتاب المقدس، بينما ال 11 تلميذ اتكلموا 35 مره فقط. طبيعته كده، هو راجل كلامانجي كلامه كتير. هنعرف دلوقتي بطرس ربنا حوله من ايه لايه. فالسيد المسيح حوله من انسان مندفع اللي هو انكر المسيح 3 مرات الى انسان متكلم ايجابي، قدر ان هو يكسب 3 نفس في عظه واحده. من هنا نلاحظ انه طبعا ما اتغيرش، لكن ربنا غيره، قال له بدل ما انت صياد للسمك احولك الى صياد للناس. اتكلمنا عن النقطتين لو انتوا فاكرين، طبعا اتكلمنا عن الشخصيه، نتكلم على الصفات الخلقيه. انا بتكلم بسرعه ولا متابعيني؟ واضح يعني؟ اوكي. اوكي. الصوت واطي؟ حاضر حاضر. الصفات الخلقيه بقى. دي الحاجات اللي احنا بنكتسبها من البيئه ومن المجتمع اللي حوالينا. فاحنا بنقول اللي بيعاشر القوم 40 يوم ايه؟ صار منهم. وبنقول كمان المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيده. بالتالي مهم قوي اتعرف على اصدقاء ولادي في المدرسه، في الكنيسه، في الحي، في كل مكان هم موجودين فيه، اخلاقياتهم ايه؟ هل دي بتبنيهم ولا بترجعهم للخلف؟ بولس الرسول كان بيتكلم عن تيموثاوس، فبيقول الايمان الذي سكن فيك من امك لؤيس وجدتك افينيكي، وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه. هنا ده دور البيت. فانت ما تعتمدش على الكنيسه لوحدها انها تربي ولادك، لكن انت لابد يكون لك دور في البيت، بتتابع ولادك، بتشوف الكمبيوتر اللي عندك في البيت، بتشوف ولادك بيتفرجوا على ايه، مش تمنعهم لكن خلي في مواجهه كده، يعني انت داخل باب الشقه كده خلي الكمبيوتر قدامنا، تشوف الشيء الصالح ليه ايه واتبع معاه. اذكر حاجه كانت بتتكلم عن البيئه، هم في 7 أو 8 نقط، بيقول لك ايه؟ لو الطفل عاش في بيئه بتنتقده هيتعلم ينبذ الاخرين. يعني لو انت باستمرار تقول له ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، انت وحش، انت كذا، انت كذا، انت كذا، الله ماما وحشه وبابا وحش والمدرس بتاعي وحش، يبقى هيحب مين؟ فوانت بتعدل من سلوكيات طفلك، اديها له بمحبه، اديها له بالتدريج علشان يحب الكلام، وممكن بالتصرف بتاعك هو هيقلدك من غير ما تقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. بيقول لك كمان لو الطفل عاش في بيئه بتخيفه اتعلم يكون جبان. انت قاعد في البيت بتخوفه من الصرصار ومن الفار ومن كل حشره ماشيه في البيت ومن بابا ومن ماما، قال ده المجتمع كله فرفضني، خايف، هتلاقيه جبان. لكن لو تشجعه، ايه الصرصار ده حاجه صغيره قوي، ممكن نضربه، ممكن نقتله ونرميه، فار هيعمل لك ايه؟ خليك جريء، خليك جدع، خليك شجاع عشان يبقى انسان مبني معاك في المجتمع. لو عاش بيئه بتكرهه اتعلم انه يحارب الاخرين. احنا كمسيحيين زي ما انتم عارفين عايشين في مجتمع، ممكن تلاقي فيه سلبيات وفيه ايجابيات، في ناس تكرهك وفي ناس تحبك. لو انا بصيت على الحاجات السلبيه فقط، الناس اللي بتكرهني
هبتدي احاربهم زي ما هم بيحاربوني بحاربهم. لسه بالامس كنت بفتح الفيسبوك كده، كان في مذيعه مشهوره قوي اللي اسمها عز بتاعت القناه الاولى دي، افتكر عزه مصطفى، فعامله صفحه كده على اساس يعني الناس تتجاوب مع السيسي وتبتدي تتكلم معاه. فكل ما يلاقوا واحد كان من الثوره اللي هي 25 يناير وابتدى يهاجمها او هاجم السيسي، تبص تلاقي الشتائم عماله تشتغل. طيب عدل من سلوكياته وقول له غلطه ايه، لكن شتيمه شتيمه شتيمه، رحت قافل الصفحه، انا مش ناقص دينونه يعني. فاحنا دايما ندور على الحاجه اللي تبنينا، ما بندورش على الحاجه اللي هي تهدمنا. اذا عاش في بيئه بتشجعه اتعلم انه يثق في نفسه. صحيح، لو انت في البيت بتاعك الطفل بتاعك كل ما عمل حاجه حلوه تقول له الله انت حلو خالص النهارده، كل يوم نعمل حاجه كويسه بتشكره عليها، ساعدك في البيت، انت كده، اديله مكافآت بسيطه حتى ولو بكلمه تشجيع، كده هتخليه يثق في نفسه ويعتمد على نفسه ويبقى طفل، من طفل صغير هيبقى راجل في المجتمع. لو عاش بيئه تمتدح فضائله اتعلم يكون كريم. يعني انت كنت في الطريق وبعدين هو شاف واحد مسكين في الطريق كده فطلع من جيبه، انت مره طلعت من جيبه وديته، وتعلم هو بقى ياخد من جيبه ويدي، كده يتعلم ان هو يبقى كريم. يجي لك ضيف في البيت تقول له هو قام بنفسه راح جاب حاجه ساقعه، جاب شاي، جاب كذا، اتعلم يبقى كريم. بيتبني من طفل، الطفل ده انت اللي بتبنيه من صغير وبيشب ويطلع معاك لغايه لما يكبر. لو عاش بيئه تنصفه اتعلم انه يكون عادل. نقطه صعبه قوي في ظل مجتمعنا ده، انت بتعلمه الحاجات الصح في البيت والكنيسه بتعلمه الصح، لكن يلاقي المجتمع مختلف تماما. دورك انت في الوقت ده انك انت تصبره، احنا اولاد المسيح فالمفروض نعمل كده. ومع الوقت احنا ممكن نغير، يمكن انتوا لاحظتوا في الثوره اللي فاتت المسيحيين دول ما كانوش عاملين لهم اي قيمه، لكن اعتقد في 30 يونيو حسوا بقيمتهم كويس قوي، مش وما زالوا كويس. معلش احنا، ما هو ربنا علمنا انتوا في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. اذا عاش بيئه تأتمنه اتعلم انه يكون صادق. يعني انت في البيت موجود حاطط الفلوس في الدرج بتاعك، حاطط الذهب بتاعك، انت بتعلمه بص يا بابا الحاجه دي بتاعتك انت، فاحنا لو انت عايز حاجه قول لي بس وانا اديك اللي انت عايزه. هات كده انت بتعلمه الامانه. حتى علمنا السيد المسيح العبد اللي هو كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، فهي كلها تعليم الانجيل لو احنا اتبعناها هتعيش ولادنا واسرتنا في حياه جيده معانا. دي عن الصفات الخلقيه اللي اتكلمنا عليها. بالتالي الشخصيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الطابع الموروث مع الاخلاق اللي احنا اكتسبناها من البيئه ومن المجتمع. خلاص هخش على الموضوع عشان ما اعطلكوش كتير. كان لازم اقول المقدمه دي عشان اتكلم عن الشخصيات اللي بنلاقيها في حياتنا. حضرتك بتقابلها في بيتك، في اخوك، في اختك، في بابا، في ماما، في مديرك، في الكنيسه، في الكاهن، في امين الخدمه، كل ده انت بتقابله. فلازم اولا اعرف نفسك كويس قوي وبعدين اعرف الاخر. يقول لك انه ابو قراط العلامه الفيلسوف اللي هو جه قبل المسيح ب 400 سنه اول من تخيل انواع الشخصيات. الحته دي هتبقى قريبه منكم قوي، تسمعوا عن الشخصيه الصفراويه يقولوا فلان ده صفراوي. يعني ايه صفراوي؟ عينه صفرة. هو الشخصية الصفراوية دي بمعنى اصح ملوش ملامح محددة، مش قادر تمسكه، تلاقيه زي تعبان كده، دحلاب كده. هي دي مقدمة يعني، حتى جم في فترة من الفترات ادوله رمز المربع كده، يعني مش عارف تمسكه في حتة معينة. هو دي الشخصية القيادية اللي هنعرفها بعد شوية صفاتها ايه وعيوبها ايه. تسمع عن الشخصية السوداوية، يقول لك فلان ده سوداوي. ها يعني بالظبط المتشائم.
قلبه اسود. رمز له ابوقراط برمز المثلث، وهي دي الشخصيه اللي هنعرفها بعد شويه، اللي هي الشخصيه الباحثه عن الكمال او التحليليه. الشخصيه الثالثه الشخصيه الدمويه. الشخصيه الدمويه دي صعبه شويه مش كده؟ ايه الشخصيه الدمويه؟ نعم. ها؟ داعش. يبقى انا مالنا بداعش. ايه تاني؟ لا احنا نقصد اللي هو نشط شويه قوي، حامي، ده طبعه حامي كده شويه. لا اللي في انسان اللي هو نشط وحامي كده، انا ده تامل ابوقراط اللي انا بقوله ده، ورمز له بالدايره، ودايما يحب الحمار. دي اللي هي اتطورت بعد كده، بسموها الشخصيه الاجتماعيه. تلاقيه نشط، ياكل في نفسه كده، ما يعرفش يقعد على حيله، تلاقيه موجود في وسط الناس دي ووسط الناس دي والناس دي، يحب يكون موجود وسط الناس. فدي الشخصيه الدمويه. في شخصيه تانية، الراجل الساكت خالص، او الست الهاديه اللي ما تسمع لهاش حس في البيت، الصامت. اطلق عليها زمان اللي هي البلغاميه، او اللي مش متسوت الاضلاع، اللي هو عامل زي التلج، الدنيا كلها تتهد وهو ما تحركلوش، ساكت. صح، الانسان البارد زي ما حضرتك بتقول. نتابع بقى الشخصيه في التقسيم الحديث بقى، الشخصيه القياديه. دلوقتي هنقول مميزات كل شخصيه، وكل واحد هيفكر في نفسه، انا شخصيتي ايه، الهدف من الموضوع اللي متكلم فيه اعرف ايه مميزاتي وايه عيوبي، واعمل ايه علشان اتغلب على العيوب بتاعتي او احولها الى مميزات. الشخصية القيادية زي ما حضراتكم عارفين يتميز بالقيادة، تلاقيه منظم مرتب في بيته قوي، في شغله اهم حاجة بالنسبة له، حازم، جاد، اداري جيد جدا، تلاقيه يحب المنافسة، عملي، محدد الهدف، يهمه انجاز المهمة، ما يهموش الناس. انا عندي تارجت معين، عايز انجح، عايز اعمل شركة، عايز اقود الناس دي، المهم ان انا انجح، ما يهمنيش حد تاني. منضبط، ممكن يحب التغيير شوية، تلاقيه مخطط جيد جدا وواثق من نفسه. بتكلم بسرعة ولا واضح معايا؟ اوكي. إذا كانت دي مميزاته، طب عيوبه إيه؟ ضحكته قليلة. يعني دايما حتى لو جه حد بيقول نكتة ما تضحكش عليها. ليه بقى؟ لأن هو قدم كده باستمرار، يعني بيطلع الكلام بالعافية. مضطر إنه يطلع نكتة عشان يقرب الناس ليه، وأنت مضطر تضحك عشان تكسبه. لكن أنت مش من قلبك، الضحكة مش من قلبك يعني. تلاقيه متعجل، قاسي قوي، ممكن يدوس على الناس، عشان كده الناس ما بتحبوش. يقولوا عنه ان هو لو في البيت مستمع غير جيد، لان هو همه كله ايه، يخلص المهمة اللي وراه. تلاقيه في البيت عنده مشاكله كتير، ما بيسمعش كلام مراته ولا لولاده. بينسى ان هو عنده اسرة. حتى يعني هتندهشوا لما مين من الكتاب يمثل هذه الشخصية. بولس الرسول. بولس الرسول كان كده من اول ما كان شاول، كان في الجندية قاسي جدا على المسيحيين ويضطهدهم ويقتل، بس السيد المسيح حوله من راجل بيكره المسيحيين الى راجل بيحب المسيحيين. مين تاني شخصية قيادية كده؟ فاكرين مرثا اخت العذر؟ برضو كانت شخصية قيادية، اهم حاجة بالنسبة لها البيت، ترتب، تنظم. شوف مريم مش واقفة معايا ازاي، انا اهم حاجة عندي البيت، لانها شايفة دي صورتها في المجتمع، انه بيتها يكون مرتب. عرفنا ايه بقى هي الشخصية القيادية، ايه مميزاتها وايه عيوبها. في كم واحد عندنا هنا شخصية قيادية في البيت؟ في حد شاف نفسه في الشخصية دي؟ حبيتوها ولا كرهتوها طيب؟ ها؟ طيب ماشي. لا في قيادات موجودة في المجتمع يعني، يعني يمكن احنا نشكر ربنا انه في عندنا طاعة في بيتنا يعني. نتكلم عن الشخصية التانية اللي هي الشخصية التحليلية او الباحثة عن الكمال. ايه الشخصية التحليلية دي؟ يعني عايز كل واحد زي ما انزل الكتاب، تلاقيها نمكية كده شوية، تحب الترتيب في البيت قوي، ما تاخدش غير الحاجة اللي هي نمرة واحد، لما تيجي حتى تجيب فساتين ولا تجيب شنطة ولا بتاع، احسن حاجة في السوق اللي تجيبها، ما ترضاش بأي حاجة. ويحب بقى ايه، يدقق قوي، يعني لما تيجي تعمل البيت بتاعها
تبص تلاقي حتى الكوباية في مكانها، الصورة بطريقة معينة متعلقة في الحيطة، السرير مترتب بطريقة معينة، ست نعم منظمة جدا بدقة عالية. تلاقيه كمان ممكن يكون مبدع، يعني ممكن من الفنانين، يحب يرسم، يحب الحاجة الحلوة. الشخصية اللي زي كده تلاقيه ما يعجبوش ناس كتير، فتلاقيه عدد أصدقائه 2 3 ما يزودوش عن كده. ليه؟ لأنه دايما يبحث عن الكمال. يجي فلان، لا ده مش قد كده، لا ده بيته مش منظم، لا ده سلوكياته كذا، فتلاقيه منتقي جدا للناس اللي اتعرف عليه. في نفس الوقت يلقط الغلط. عدوك لو جه زارك في البيت وشاف شوية تراب بس على الترابيزة، يا الست دي مش نظيفة، لا البيت ده مش مترتب، ما يعجبهاش حاجة، لازم ما كانتش A1 ما تبقاش هي. عيبها ايه بقى؟ او السلبيات اللي عندها، دايما مثير للمشاكل، وهو اقتصادي قوي، حريص، يعني كل حاجة عاملها ايه بدقة وبحرص، متردد، دايما حزنان، مفيش حاجة عجباه، كل البلد متبهدلة، مفيش ولا واد من العيال دول كويس، مفيش حاجة عدل عندي يعني. دايما متضايق، حتى بيسموه احنا كنا بنقول عليه ابراهيم المتضايق، دايما متضايق، ما تشوفوش ابدا مبسوط بيضحك او حاجه. كسلان، مش نشيط، كسلان احيانا، محسوك، ها بنقول البعض ممكن محسوك شويه، طول ما هو قاعد يدور هنا ويدور هنا ويدور هنا، يدور على الايه الحاجه الجيده. ما يحبش يغير، بص انا رتبت المكتب بتاعي بالطريقة الفلانية، لو مراته نقلت الكتاب من مكان للمكان التاني وقعتها مش فايتة اليوم ده، فلازم تسيب المفاتيح مكانها والحاجات كلها في مكانها. ودايما يقعد يقلف في المواضيع القديم والجديد، امبارح حصل ايه اول امبارح حصل ايه، مش كده برضو؟ طيب كده كويس، انا وصلت انه في بعض الناس عرفت نفسها دلوقتي. اوكي، الشخصية التالتة الشخصية الاجتماعية. ايه مميزات؟ خلي بالكم في فرق بين الاجتماعية، وبعد شوية هقول شخصية تانية قريبة منها قوي، الرومانسية. ايه الاجتماعية دي بقى؟ نعم هنقول صدقيني هقول، بس نركز الاول في شخصيتي الاول، ولما اروح البيت كده هشوف جوزي وهشوف ابني وهشوف بنتي، ها اعالج الموقف ازاي، لكن مش هقول له انت عيبك كذا، لا ممكن اتعامل مع الموقف ازاي. هنقول الاجتماعية بقى، بنقول تلاقيه ده انسان باسم ضحوك كده باستمرار، يحب التغيير، يعني النهاردة انا الشقة بتاعتي بالشكل ده، لا بص بقى مش عاجبني الشكل ده، لازم احط السرير في الطريقة ده، الشوفونيرة هنا، التسريحة تبقى بالشكل ده، لا عشان الناس اللي هي داخلة من برة انا عايز يبقى الفيو يبقى احلى، يبقى احط ورد هنا. يحب يغير، يحب يبدل، تلاقيه مش كده حلو، تلاقيه تحب ينكت قوي، ما يقعدش قاعدة إلا ما ينكت فيها، فتلاقيه عشان كثير النكات وبسيط فالناس تحبه. بس عيبه بقى مندفع، ممكن بسرعة كده يبقى في ساعة نرفزة يطلع كل اللي جواه، بس لذيذ والناس بتحبه، وانت كمان بتضحك على أدائه. شوف اتكلمت من شوية قلت ايه، لو قائد الرحلة واحد قيادي انت مش هتحبه، لكن لو واحد اجتماعي انت هتحبه، هتضحك على النكتة اللي هو هيقولها يعني. نعم مش كده؟ اوكي، تلاقيه ودود، اصحابه كتير قوي، يعني ممكن في اي حته تلاقي الناس كلها حواليه، هو اصلا بيحب كده، خلي بالك هو يحب الناس حواليه. يعني ليه بقى؟ لان هو بيهمه مشاعر الناس، بعكس القيادي. القيادي لا يهمه مشاعر الناس، اللي يهمه اداء المهمه بتاعته. تلاقيه مجامل دايما، يحب المجاملات، انت عملت واجب معايا، يعني معاك واجب، فلان عندها فرح يروح يزورها وهكذا يعني. معبر، متفائل، ده يديك امل دايما. يحب الحكايات، يقعد يحكي لك في حكاياته في قصص، فتلاقيه مسلي قوي في الرحلات بتاعته، يحكي لك قصه من كتابه المقدس، اختبار حصل معاه وهكذا. ليه بقى؟ ده كله عشان عايش النهارده، عايش في الحاضر، فتلاقيه انسان بسيط ودايما فرحان. عيبه قلنا ان هو مندفع، فلسانه بيسبق تفكيره، مبالغ احيانا،
ممكن يضيع منه الهدف. يعني انا مثلا النهارده المفروض رايح دير مريمينا، المفروض هعمل كذا وكذا وكذا، عشان هو مبسوط بالناس اللي معاه وقعدنا نضحك مع بعض والوقت ضاع، نسي الخطوات ان انا هعمل بيها ايه. هزور دير مريمينا، هزور المفروض البابا كرولوس، في دير جديد طلع دير اثري هناك المفروض ازيره، فالعمليه تاهت منه لانه هو مش مركز. يعني متسرع ممكن يتورط، تلاقيه متقلب، يعني مره تلاقيه فرحان مره تلاقيه حزنان، يعني بتبقى كده. يقول لك عليه ان هو ضعيف الاراده، اناني، ممكن احيانا يحب نفسه قوي، ممكن تلاقيه مهرجل مش مترتب، لكن هو مركز اهتمام الناس. الشخصية دي لو حبينا ناخد شخصية من الكتاب المقدس هنلاقي بطرس الرسول خير من يمثل هذه الشخصية، وبالتالي هو نجح في مهمته ان هو كسب 3000 نفس في عظة واحدة. الشخصية الرابعة اللي هنتكلم عليها الشخصية الرومانسية. الشخصية الرومانسية شخصية حبوبة قوي، رومانسي مجامل، يقدر الناس، ممكن يضحي بنفسه من اجل غيره، بيحس بشريك حياته، هتلاقيه متعاطف معاه. دي الشخصية الرومانسية، تختلف عن الاجتماعية شوية اللي نتكلم عليها من شوية. عيبه بقى يعني بيقول هو رقيق المشاعر، يتهان بسهولة، ممكن يبكي لو حصل موقف معاه وما يسامحش. الشخصية دي بنشوفها كتير، بنشوفها. اوكي طيب، مين الشخصية دي اللي احنا بنشوفها في الكتاب المقدس؟ يوحنا الحبيب كان رومانسي، الست العذراء كانت رومانسية مش اجتماعية. هنقول علاج الشخصيات دلوقتي. اخر شخصية هتكلم عليها الشخصية البلغمية او الشخصية الهادية الصامتة. ايه الايجابيات بتاعتها؟ ايه؟ ما بيظهرش انفعالاته خالص. افتكر وانا كنت مندوب دعاية من فترة طويلة كنت بزور احد الاطباء مش قادر انساه في حياتي، يمكن حضراتكم بتزوروه بعد وبعدكم، بيروح للدكتور اديسون اسحاق اللي هو موجود عندنا هنا في الشبرا بتاع القلب، ما اعرفش صدقيني الراجل ده اللي فاكره ما ينطقش طول ما انت داخل وانت خارج ما يتكلمش، بس انت تقعد تحكي له مشكلتك والاعراض بتاعتك ايه، مش كده؟ ويكتب لك البريسكريبشن بتاعتك او الروشته بتاعتك وتمشي، ما انتش عارف عندك ايه، ليك ايه، تعمل ايه، ما تعرفش. احنا بقى كنا بنتجنن واحنا مندوبين دعايه بقى، مثلا بنعمل بروموشن او دعايه للصنف بتاعنا وعايزين نحركه، والدكتور ده ما بينطقش قدامنا، لا هو عاجبه ولا مش عاجبه. اكتر من 4 زيارات اتجننت منه بامانه، فما اديش اعرف النتيجه غير من الاجزخانه تحت، لما الاقي الصنف بتاعي بيتحرك لا يبقى الدكتور حزق. فهو الشخصيه الهاديه كده، تلاقيه ماسك فيس ما بينطقش. انفعالاته، هو ما بيحبش يظهر الانفعالات بتاعته، بيوفر الطاقه بتاعته على قدر الامكان، مريح، قليل الكلام، ما بينفعلش، هادي، رايق، يقول تعبير لطيف كده اسمه دقرم. بتعتمد عليه، تلاقيه منظم، وفي نفس الوقت يقول لك نكته ساخره، يعني موقف معين حصل يقولها لك بسخريه، لان هو راجل شخصيه هاديه مش انفعاليه، بس مستمع جيد قوي. يعني وانت قاعد تتكلم معاه يقعد يسمع لك، وبالتالي حتى في قراراته تبقى قراراته صائبه. عيبه ان هو كسول، احيانا يكون عنيد، ما بيحبش التغيير، متردد، بطيء في اتخاذ القرار، ما بيخش القرار مره واحده يقعد يفكر كتير قوي، تقليدي يعني نقول عليه كده. نعم طبعا ما احنا بنقول في ايجابيات وفي سلبيات. ما تلاقوش يعمل مشاريع، يعني مكتفي باللي هو فيه. مين الشخصيات اللي هي قريبة من كده من الكتاب المقدس؟ إبراهيم كان كليم الله، برضو كان شخصية هادية جدا، ما كانش حاجة تحركه إلا لما المسيح بيظهر له أو يتكلم معه. علاج الشخصيات دي إيه بقى؟ لو الشخصية القيادية دي قدر يحس بالناس إيه، هيبقى شخصية ممتازة. يقول لك الشخصية القيادية لابد إنك تكون قاضي ومحامي في نفس الوقت، يعني مش تدين الناس بس، لا تدافع عنهم برضه. لو حس بالناس كده هيبقى قريب منهم وهيبقى انسان محبوب. شخصية تحليلية، احنا قلنا عيبه انه حزين متشائم. لو قدر بس يغير من حتة التشاؤم بتاعته بس يتفائل
ويصلح من الاخطاء بتاعته هيبقى شخصية جيدة جدا. شخصية الاجتماعية قلنا العيب بتاعه انه مندفع وممكن يتورط في مواضيع ومتسرع وضعيف الارادة، محتاج ان هو يفكر شوية قبل ما يتخذ القرار بتاعه، ما يسيبش الامور فوضوية كده، لازم ينظمها، يتروى قبل ما يقول على الموضوع عشان ما يورطش نفسه في حكاية. الشخصية الرومانسية قلنا ان هو شخصية حبوبة، رومانسي وجميل جدا، عيبه ان هو ضعيف شوية، فاحنا محتاجين ان هو ينشف، قل له يا ريت ينشف شوية، هيبقى شخصية جيدة في المجتمع معنا. الشخصية الهادية احنا قلنا العيب بتاعه انه بطيء في اتخاذ القرار وتقليدي شوية وكسول، محتاج ان يعني ندفعه شوية، نستفزه شوية، يبذل شوية مجهود، هيبقى شخصية جيدة جدا. بالتالي نقدر نقول ان حاول لك انت تستخدم الشخصية بتاعتك، توظفها بالايجابيات بتاعتك، تواجه السلبيات الموجودة، ياريت تعرف نفسك كويس قوي وتحاول تطور من ادائك. على فكرة انا لسه مخلصتش، انه في بعض المشاكل هقول لكم عليها دلوقتي انت بتلاقيها في بيتك وهنحلها ازاي. ما طولت يا استاذ سلوى ولا معايا وقت؟ طيب بسرعة حاضر. يعني احنا بنقول لو الانسان اجتماعي فقط الناس مش هتحبه، لو هو قيادي فقط الناس مش هتحبه، لكن من حكمة ربنا انه عرفنا ايه الصح وايه الغلط عشان نقدر نطور حياتنا. اقول لكم على بعض الحاجات اللي انتوا تقابلوها، يمكن بقول الكلمة دي بالذات لمين؟ للناس اللي هم في دور الارتباط، يعني اللي هي بتختار شريك حياتها، او للي متزوجة وفي مشاكل موجودة، هنقولهم مع بعض في سرعة كده. لو شخصية توما اللي هو الباحث عن الكمال اتجوز شخصية الشخصية الاجتماعية، هقول بسرعة العيوب ايه وده عيوبه ايه. لو انتوا فاكرين قلنا توما انه اقتصادي قوي وحزين دايما ومتشائم ومحسوك، اتجوز واحدة مندفعة، ما بتحبش النظام في البيت، متسرعة، هيبقى نظام الحياة هيكون ازاي؟ كل يوم هنبقى في شكل صح؟ او العكس، لو الانسان لو هو الاجتماعي وهي باحثة عن الكمال، يعني كل حاجة تدقق فيها، يبقى مش هنخلص مع بعض. ها؟ فأهم حاجة دايما ابص على الخطأ بتاعي انا ايه واطوره. ممكن بلطف لو الخطأ موجود في شريك حياتي ابتدي اغيره. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اخواتي اللي هم في طور الارتباط تدقق قوي في اختيار شريك حياتها، تحطه في اختبارات بسيطة كده، هتقدر تتعايش مع الحاجات دي ولا لا؟ في ناس ما تقدرش تتعايش معها وفي ناس تقدر تتعايش معها. ده سبب حديث النهاردة كله، لان انا اصلا خادم مشورة فاتكلمت على الشخصيات عشان كده، عشان انت في حياتكم هتقابل الشخصيات دي. فلو نقدر نعمله مع الشخصية الباحثة عن الكمال، زي ما قلنا نقلل من الاهتمام بالتفاصيل، نقلل الكلام بتاعنا شوية، نقلل من انتقادنا للأشياء، مطلوبش الكمال، الكمال ده ربنا وحده، انما احنا بنحاول ان احنا نكون كويسين. الشخصية الاجتماعية قلنا يهدى شوية قبل ما يتخذ القرار. دورك انت انك انت مع الشخصية الباحثة عن الكمال تظهر له مشاعرك، تقدر امكانياته، يعني تقول له انت شيء جيد جدا انك انت بتدور على التفاصيل، كويس خالص انك انت عايز تنظم بيتك، لكن مفيش حاجة كاملة، احنا امكانياتنا قد كده ونقدر نعمل كده. ايضا بالنسبة للشخصية الاجتماعية ما بيحبش انك انت تعاتبه كتير، لازم تديله الثقة بنفسه، تحاول توعد بالشيء اللي تقدر تنفذه، ما تقولش على حاجة ما تقدرش تعملها، وتظهر له دايما الاخلاص والامانة. اخر شخصيتين هتكلم عنهم، لو بولس او الشخصية القيادية اتجوز الشخصية الرومانسية. بسرعة كده نفتكر عيوب الشخصية القيادية، ان هو قاسي قوي حتى على نفسه، منفعل، غضوب، سريع الانفعال. لو هو اتجوز شخصية رومانسية بتهان بسهولة وبتبكي ومش مستحملة، دوك عمال يقصوا عليها وهي مش قادرة تستحمل، نعمل ايه؟ نقدر نقول الشخصية القيادية دي نقول له بلاش تبقى نمكي قوي، يكون في مرونة شوية،
ودي اللي يمكن بنلاقيها كتير قوي من ضمن المشاكل اللي بنلاقيها. الرجل احيانا بيكون قاسي، ما بيقدرش ضعف المرأة او احتياجاتها، فبنقول يا ريت تكون مرن معاها، هد الريتم شوية، لازم تطور من ادائك عشان تكون ناجح في حياتك. في نفس الوقت الشخصية الرومانسية بنقول له يا ريت تنشف شوية، اتعلم انك انت تصفح عن الاخطاء الاخرين، وبالتالي هتعيش حياتك كاملة. اتمنى اكون قدمت حاجة صغيرة بنعمة ربنا تفيدنا في حياتنا، ولإلهنا كل المجد.